سالو لي زامي، معكم ايمان زنيتي، مرحبا بكم في فيديو جديد من لي فيديو ديال دروس الفرنسيه للاولى بكالوريا. ان شاء الله اليوم غادي نكملوا في الريزومي ديال لاباط ميرفاي ديال ليكريفا ماروكان احمد الصفراوي. غادي نشوفوا شابيتر 4 شابيتر 5 اي شابيتر 6. الناس اللي باقي ما شافوش لي زوتر شابيتر، راه كنا درنا شابيتر 1 2 3. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي نديروا 4 اي 5 اي 6. الناس اللي اول مره تتفرج في لاشين عندي، مرحبا بكم، ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس. الناس اللي ديجا، مرحبا بكم مره اخرى، وبارطاجيو مع اصحابكم وخليو لي دي كومونتير دي دوتر بروبوزيسيون اللي نقدر نديرهم ان شاء الله في دوتر فيديو. نبداو على بركه الله بشابيتر 4. شابيتر 4 عندنا فيها اول حاجه تبدا به شابيتر 4 هي لو برينتون، الربيع. خصكم تعرفوا بان اول حاجه القصه ديال لاباط ميرفي تتنقسم على حسب لي سيزون، على حسب الفصول. اول في شابيتر 4 عندنا فصل الربيع، بدايه فصل الربيع. عندنا لا مير اي سيدي محمد زون رون دي فيزيت ا لالا عائشه. لا مير اي سيدي محمد اون رون دي فيزيت ا لالا عائشه. لالا زبيده زعما هي لا مير ديال سيدي محمد، هو ليكريفان، مشاو زارو لالا عائشه. لالا عائشه هي الصديقه ديال لالا زبيده. ابخي عندنا لا ميديسونس اي لو بافارداج دي دو فام. عندنا المدح والترتره ديال هاد لي دو فام، المدح في بعضياتهم، فهمتي؟ وحده تبدا تحفو وحده وتتهضر مع وحده هكا. ابخي عندنا سيدي محمد ا جوي افيك لي زونفون دي فوازان. سيدي محمد اللي هو ليكريفان غادي يخرج غادي يلعب مع لي زامي ديال ولا لي فوازان ديال لالا عائشه. ابخي عندنا لا مير سيت فوا سي بارل دو سي فوازان افيك ايلوج. ابخي عندنا هذيك لالا زبيده غادي تهضر في جيرانها ديال الدار الشوافه، غادي تهضر فيهم بالنميمه، غادي تنمم ايلوج هي النميمه. ابخي عندنا لالا عائشه كومونس ا بلوري ابخي افوار بارلي ا سون ماري. سون ماري جي اوبلي سون ماري هنايا. تتبدا لالا عائشه فاش تبدا تعاود لالا زبيده على لا تبدا تعاود لها شويه، جبد لها الموضوع ديال راجلها، غادي تبدا تعاود وهي تتبكي حيت راجلها غادي يتعرض للنصب من طرف الشريك ديالو. المهم نشوفوها دابا. لالا زبيده ا راكونتي ا سون ماري. لالا زبيده فاش رجعت للدار تعاود لسون ماري على لي مالور دو مولاي العربي. مولاي العربي هو الراجل ديال لالا عائشه كي اسكروكي باغ سون اسوسي عبد القادر، اللي تغش اللي تغش اسكروكي يتغش ولا قولبو، فهمتو؟ باغ سون اسوسي اسوسي هو الشريك، شريكو عبد القادر. وهذا هذا باش تعرف واحد القضيه، هذا مولاي العربي اللي هو لو ماري ديال ولا هو الزوج ديال لالا عائشه غادي يطلقها وغادي يتزوج بواحد البنت باقا صغيره، بنت الحلاق. علاش غادي يطلقها وغادي يتزوج؟ حيت هي ما تتولدش هاد لالا عائشه. ابخي عندنا لو شامال ديف دو زينب. لينف لو شامال ديف هي القطه المريضه ديال زينب. زينب هي الجاره ديال سيدي محمد، هي قدو تقريبا فلاج. عندنا لينيفر دو سيدي محمد اي لو رول دو لاباط ا ميرفاي دون سا في. عندنا العالم ديال سيدي محمد اللي هو ليكريفان والدور ديال هذيك لاباط ا ميرفاي في الحياه ديالو. ابخي عندنا لو سوفونير دو عبد الله ليبيسيي. هذا عبد الله ليبيسيي هو بحال مصدر الهام بالنسبه، خصكم تعرفوها، مصدر الهام ديال سيدي محمد هو عبد الله مول الحانوت. علاش؟ حيت عبد الله تيبدا يعاود لهم دي زيستوار، تيبدا يعاود لهم لي سوفونير ديالو، تيبدا يعاود لهم هذيك لي زيستوار تينوغيو تينميو حس ليماجيناسيون بالنسبه لسيدي محمد. هادشي علاش تيعجبو هو عبد الله لي بيسي وتيعجب كاع الدراري ديال الدرب، حيت تيبدا يعاود لهم دي زيستوار فيهم شويه الخيال وشويه ديال ليماجيناسيون. هادشي فوالا، هذا هو الشابيت 4. الا عطاكم اي عطاكم دو ان تيكست وفيه شي وحده من هادو، شي احادات من هادو، عرفوا بانه شابيت 4. ندوزو شابيت 5. شابيت 5 لو فقيه اي تري زورو. الفقيه فرحان بزاف. علاش فرحان؟ حيت قربت عيشورا. فرحان الفقيه حيت قربت عيشورا. لي زيليف دو مسيد زون 15 جوغ بوغ سو بريباري ا لا فيت دو عيشورا. لي زيليف زعما التلاميذ ديال هذاك المسيد عندهم 15 يوم باش يوجدوا الحفل ديال عيشورا. ابخي عندنا لابسونس دو لا مير كي سورتي افيك لالا عائشه. هنا عندنا لابسونس الفراغ اللي تخلي الام ديال دابا سيدي محمد تخرج امه هي ولالا عائشه وغادي يبقى بوحدو. هنا غادي يكون لا بور اي لا سوليتود دي ناراتور، غادي يبقى بوحدو غادي يخاف وغادي يحس بالوحدانيه. ابخي عندنا لالا زبيده راكونت ا سي فوازان لي سوسي دو لالا عائشه كي ا تو فوندو بور ايدي سون ماري. من بعد غادي لالا زبيده اللي هي لا مير ديال سيدي محمد غادي تعاود لي فوازان ديالها ديال دار الشوافه المعاناه ديال لالا عائشه اللي باعت جميع ممتلكاتها على قبل راجلها، وفي الاخر راجلها طلقها ومشى تزوج كيف قلنا بنت الحلاق صغيره باش على قبل حيت ما تتولد في مرته الاولى. ابخي عندنا لا مور دو سيدي محمد بن طاهر. هذا واحد جارهم غادي يموت، هذا سيدي محمد بن طاهر. هنا غادي يكون اول مره
اول مره ليكريفان، اول مره سيدي محمد ليكريفان ولا لو ناراتور غادي يحضر الجنازه، هنا غادي يتاثر وغادي يولي يطرح سؤال ديال الموت والحياه، فهمتوا؟ عندنا لا تريستيس دو سيدي محمد اي لو ريسي دو سون بير، هنا فاش قلنا لا تريستيس حيت يحزن بهذاك الموت، وهنا غادي يجي الاب ديالو غادي فاش يبدا الدري غادي يبدا يسول شنو هو الموت، فين تيمشي وفين تيجي وطن طن، يبدا يسول الاسئله بحال هكا، يجي الاب ديالو غادي يحاول يبردو غادي يفسر له يقول له ها ولدي ها الاعمال، حنا هذه غير الحياه الدنيا، راه من بعد تنمشيو للحياه الاخره، واللي احسن عملا هو اللي تيتجازى بالجنه، واللي ما احسنش عملا تيتجازى بالنار، غادي يبدا يعاود له هادشي. ابخي عندنا لا شينيت اوفيرت اوفيرت بار لا مير، عندنا السلسله اللي غادي تعطى من طرف الام. ابخي عندنا سيدي محمد سي ديسبيوتي، هذا هو الحدث الابرز اللي كاين في الاخر ديال هذا الشابيتر 5، اللي هو الدباس ديال سيدي محمد مع زينب بسبب القطه اللي جرات هذيك السلسله اللي شفرات هذيك السلسله، فهمتوا؟ هذا هو الحدث الرئيسي اللي كاين هنا في الاخر. الحدث الاول اللي تيبدا به هو الفقي تري زوغو فرحان بزاف حيت قربت عيشوره، حيت عيشوره تيجيبوا له الماكله تيجيبوا له الهدايا تيجيبوا له بزاف ديال الحوايج، فهمتوا؟ بحال تيجازيو. وابخي عندنا اخر حدث كاين هو سيدي محمد لا ديسبوت اونتر سيدي محمد الى زينب. ندوزو للشابيتر، الى عطاكم اي وحده اي حاجه من هاد الحوايج هادو اللي قلنا دابا عرفوها شابيتر 5. دابا انا نعطيكم غير ما قل ودل باش تفهموا، هتمشي نتوما غير ملزمين انكم تفهموا كل شيء، تفهموا غير الاحداث الرئيسيه حيت كاين احداث رئيسيه خصكم تفهموها بطبيعه الحال. ابخي عندنا شابيتر 6، شابيتر 6 عندنا لو بروميي جور دي بريباراتيف عيشوره، هنا بدينا في اول يوم من التحضيرات لعيشوره. هنا غادي يجي الفقيه غادي يكلف كل واحد بهذوك لي زلاف ديال المسيد، غادي يكلفهم بميسيون، غادي يكلفهم بمهمه. باغمي لي ميسيون اللي يكلف بهم لو ناراتور هو انه يكون شاف ديكيب ديال التنظيف، غادي يكون هو الشاف هو المسؤول على التنظيف، فهمتوا؟ هنا الدري اول ميسيون غادي تعطى له في حياته، اول مهمه غادي تعطى له في حياته، غادي يحس بواحد المسؤوليه وغادي يخدم اكثر من جهده، غادي يدير شي حوايج اكثر من جهده كاع من الطاقه ديالو باش هذاك الفقيه يقول له برافو مهدي ما يتسال. هنا عندنا لو لوندوما لو ناراتور اي تي نومي شاف دي فروتور، فروتور هو بحال منظف، الشاف ديال المنظفين، فهمتوا؟ ولا الملمع. هنا كنت كيف قلنا اول ميسيون تتعطى ولا اول مهمه ولا اول عمل ولا اول ترافاي كيف قلنا تتعطى لو ناراتور، عقلوا على هذا الحدث مهم بزاف. ابخي عندنا لو ناراتور اكومباني سان مير ا لا قيصاريا بوغ اشتي لي فيتمون دو لا فيت، هنا عندي عاوتاني حدث اخر هو لاكومبانيومون ديال لو ناراتور اي سان مير، تيرافق الام ديالو فين تيرافقها القيصاريه باش يشريو حوايج ديال العيشوره، الحوايج زعما ديال العيد. سيدي محمد سي ديسبيوتي، عاوتاني سيدي محمد غادي غادي يدابز مع زينب، علاش؟ حيت هذيك زينب غادي دير واحد الكريماس، الكريماس كار سيت ديغنييغ لوي ا في ان كريماس، كريماس شنو هو؟ كريماس هو واحد التعبير بالوجه بحال اوجاته بوجهها، هو غادي يدابز معها حيت اصلا في الديبار قلت لكم بان سيدي محمد ديما عنده عداوه مع زينب ما تيتحامش معها تيبدا يدابز معها بزاف. ابخي عندنا ليستواغ اميزونت راكونتي باغ رحمه لونكل عثمان اي صفام لاله خديجه، هنا واحد ليستوار تبقى تعاود لهم هذيك رحمه جارتهم على لونكل عثمان اي صفام لاله خديجه. المهم الاحداث الرئيسيه هو اول ميسيون غادي تكون عند لو ناراتور حيث انه غادي يتكلف ولا غادي ايتي نومي شاف دي فروتور. ابخي عندنا لاكومبانيومون ديال لو ناراتور لا مير ديالو فاش يمشيو فين يمشيو، غيمشيو للقيصريه بوغ اشتي لي فيتمون دو لا فيت. ابخي عندنا لو ديسبيت اونتر سيدي محمد اي زينب كاسي ديغنييغ لوي ا في اون غريماس، وصافي هادو هما الاحداث، اما هاد الاخر ماشي شي حاجه مهمه. فوالا هادو هما الاحداث الرئيسيه ديال شابيتر 4 شابيتر 5 شابيتر 6، هذا ما قل ودل وهادو هما اللي خصكم تفهموا. اون فوا يعطيوكم شي حاجه شي معلومه من هادوك اللي عطيتكم في شاك شابيتر خصكم تعرفوا اين شابيتر باش تقدروا ديروا سيتياسيون دو باساج وتقدروا تعرفوا الاحداث اللي تيوقعوا، حيت اون فوا تعرف حدث وعطاك مثلا هذاك الحدث في شابيتر 4 غادي تعرف شنو غادي يوقع كل في شابيتر 4 كلوش، فهمتوني؟ هنا باش تولي تكون ضابط الامور ديالك وتقدر تجاوب على اي سؤال تحطك في لا كومبريونسيون بكل بساطه. كان معكم عماد زنيتي، تتمنى انكم تكونوا استفدتوا، ما تنساوش تخليوا لي دي كومونتير كيف جاكم لا فيديو تبروبوزيو عليها دو سوجي، وتسناو ان شاء الله لي زوت ريزومي باذن الله. كان معكم عماد زنيتي، السلام عليكم.